دي ايه دي؟ ايه السهر الجميل دي؟ ليله ولا كل الليالي يا ليالي؟ ايه السهر دي؟ كان عندي بنت اسمها عيش تضرب بلانس بستان يطير اتغرب النهار زي الزينو اتكتك تكتك المياه دي الميلاتشان وطفي نار البردان يا حلاوتي المياه والبانيو مليان البانيو مليان ستاير النسيان نزلت بقى لها زمان يا بتاع الرمان رمانة خربان يا بتاع الرمان رمانة خربان دي انا انت مين؟ احنا المعلمين معلمين دي ايه اللي جابكيني وبتسحبي بغزل البنات بغزل البنات يا حوستك يا حوستك يا محمود يا زاهر يا عبد الظاهر دي بنت اخر هذه الحوسه مفاجأة مش كده؟ هي مفاجأة بعقل طبعا مفاجأة لما قلت هاني 100% في غلط في الأوضة لا مفيش مفيش زي طب انت مين؟ أنا سونيا سونيا ولا سوبيا بالقرفة مين يعني؟ واحدة زي القمر أيوة زي القمر ما قلناش حاجة بس دخلت هنا ازاي؟ يمكن الحمام مشترك بيني؟ وإيه المانع؟ لا مفيش مانع ولا حاجة بس الرتيبة مع بعضينا عشان انت تخشي مرة ونخشي مرة ما نكسرش حياة بعض دمك خفيف قوي يا مضروب يا دير النبي ترتيب ايه ده؟ بتعمل ايه؟ أستر نفسي استهاني ما الله يسترها معاك أستر نفسي عايز أخرج تخرج تخرج تروح فين؟ أنا مش عاجباك ولا إيه؟ لا انا مش حاجه انت تعجبي الباشا بس لا مؤاخذه يعني انت المستقبل قدامك اخضر لسه وبعدين تبوظي اخلاقك خايف عليكي وبعدين لا مؤاخذه استعاني لا مؤاخذه لا مؤاخذه هنقضي الليله سوا اهدي اهل القرارات السريعه دي مين ومين انا وانت لا معجبه مين كل حاجه فيك عاجباني استهاني انت شايفه غلط انت شايفه المسائل سكوب انما يعني لو دققتي حاسبي ساتر حاسبي ساتر يا حاسبي فاول فاول يا حاكم يا انيسي يا انيسي انا في عرضك استوري عرضي انت ما عندكيش ولايه ولا ايه من ساعه ما عينيا وقعت عليك وانا مش قادره اقاوم رجولتك الكلام ده مزمزال انا في عرضك في عرضك انت اصلك مش عارف قيمه نفسك ها الكلام اللي بتقوليه ده مزمزال في عرضك يعني امشي لا امشي انا امشي احسن كده امشي امشي لا مؤاخذة المفروض البس القميص الاول ثانيه واحده ايوه انا ماشي قاعده ما تمشي ها ماشي قاعده هنا وانا ماشي امشي انت حر امشي وامشي لا امشي لا اللي عايز يمشي يمشي هو انا ما امشيش انا امشي تسافر يخرب بيتك وبتعيشتك الو ايه يا محمود انت فين يا حبيبي الله انت نايم ولا ايه لا ابدا مش نايم امال بتعمل ايه ابدا اني 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 بعرف كتاب نعم بتعمل ايه بعرف كتاب كتاب ايه ده يا حبيبي كتاب في الذره اما الذره دي عايشه الذره دي اتضح انها ليها حق في البلاوي المتالتله اللي بتعملها في الناس يا لهوي الله ايه اللي بيترقى عندك ده يا محمود ما هي دي الذره عايشه الذره بتترقى اصل الذره مولعه عايشه مولعه والله ما انا فاهمه حاجه من اللي بتقوله لكن قولي الكتاب ده لقيته فين لقيته في البانيو
قصدي في الاوتيل. الظاهر يا عائشة انهم بيدوا على كل اوضة كتاب. ايوه يعني تاخدي الاوضة بكتابها. انما كتاب ايه؟ ويلها يا عائشة ويلها. خرابي ايه دي؟ ايه دي؟ نهايته اسيبك تخلص الكتاب. ده انا هخلص لك على الكتاب كله صفحة صفحة ويمكن الاقعه. تصبح على خير يا حبيبي. باي باي. بقول ايه؟ مش ناخد كاس الاول؟ كاس كاس بس ده كاس والدوري والاولمبياد كمان. يلا ادي ادي يا ناس قاعدة صواريخ متنقلة. ادي ويسكي ليلتنا اطلاع وثقافة. اشرب ويسكي اشرب ويسكي اشرب ويسكي اشرب ويسكي خلي يومك طين. اديها هادي خراشي. يا ليل يا عيني يا عيني يا يا ليل يا مزوقين الحلاوة كل ساعة لون سر الجمال في الحلاوة ومش مهم اللون. الشنطة فاضية روح خالتك. فاكراني كرودي لاختراف الحفظ والصون يا حلو انت. غلبتني. شكري. شكان. وبالشمال كمان ماشي. يا صايعة انت هاد الضربات يا متغزية كل ده يطلع منك. يخرب بيتك. انا كده واو خلينا حلوين خلينا حلوين مع بعض بقى بلاش نظرة تقل دي. خلاص سوري. لا ما سوري خلاص احنا اخوات. شو بتتكلمي ازاي؟ احنا اخوات وخليكي نعمة معايا خليكي نعمة معايا. بيتك كده انت ما ضربتش فيك ليلة امبارح. لا لا انا سكت لك قوي بقى رخص. انتوا عليني. حضن كبير بقى حضن كبير بقى حضن. تعاليلي يا مخدتي تعاليلي يا مخدتي يا مريحاني تعاليلي. اني يخش عليها شغلها جايز دي اهو الاختراع الجميل. اذا كنت انت سونيا اني معايا الفوني.